كما أكد الكاتب الصحفي أسامة الماجد خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أن المبادرات والبرامج التي تقدمها البحرين من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان تحقق للمملكة المزيد من التقدم والارتقاء بمسيرتها الحقوقية الرائدة. حقيقة أن العفو الملكي السامي عن مئات المحكوم عليهم في قضايا مختلفة تأكيدا على نهج سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في المحبة والتسامح والمستقبل أفضل والحياة الأجمل لكل مواطنين. فجلالته أيضا الله يعني عودنا دائما على قلبه الكبير المشع بنور المحبة وحرصه على توحيد كلمة أبناء البحرين بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم والسير معا بيد واحد نحو أفق المستقبل. كما أن وزارة الداخلية تقوم بدور أساسي في تعزيز حقوق الإنسان في المملكة، وهذه البرامج التي تقوم على استراتيجية وطنية ونالت إعجاب وتقدير المنظمات الحقوقية العالمية تعكس مسيرتنا الرائدة في التطوير الشامل وملحمة البناء والإنجازات الضخمة بكل المعايير. وتطبيق العقوبات البديلة دليل إضافي على اتباع البحرين فلسفة متميزة في الإصلاح والتأهيل ومنهج الإعداد دمج المحكوم عليهم في المجتمع والمشاركة الفعالة في البناء والتنمية. إذا مملكة البحرين تقدم نموذجا نادرا في احترام حقوق الإنسان وإتاحة الفرصة للمحكومين للمساهمة في صياغة مستقبل الوطن، وكل يوم تفاجئ العالم بتشريعات وقوانين وفلسفة مبهرة تدعونا للفخر والاعتزاز. فسيدي جلالة الملك الله يحفظه كان ولا يزال الدعم الأول لملف حقوق الإنسان بالمبادرات والتوجيهات التي يتفضل بها. أيضا هذا جانب. الجانب الآخر أن راحة المحكوم عليهم تأتي على رأس أولويات وزارة الداخلية، والعمل حقيقة مستمر بلا نهاية تحقيقا للرؤية الحكيمة وإنسانية القائد سيدي جلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه، مدرسة القيم والمبادئ السامية ومؤازرة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله ورعاه. كما أيضا أن البرامج التأهيلية والتدريبية يعني التي يستفيد منها النزلاء وكذلك المرافق والتجهيزات والخدمات قدوة يحتذى بها في مجال الإصلاح والتأهيل وأهمية حقوق الإنسان وما تقدمه مملكة البحرين من مبادئ وأسس راسخة واستراتيجيات مبهرة.